السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلابي الأعزاء. دلوقتي البث المباشر شغال وتقدروا تتابعوه زي ما أنا شرحت في الفيديو السابق، وكمان تقدروا تتابعوه عن طريق التليفون بالطريقة اللي أنا هقول لكم عليها دلوقتي. تابعوا معايا الفيديو ده عشان تعرفوا إزاي تفتحوا البث المباشر من عن طريق الهاتف. يلا بينا. أول حاجة بتدور على تطبيق اسمه التقويم، هو ده التقويم، ولو ملقيتوش ممكن تروح على المتجر وتكتب في البحث هنا تقويم جوجل. وبعدين تختاره، وبعدين تقول تثبيت مكان كلمة فتح، هنا هتحصل كلمة اسمها تثبيت، طبعا هو فتح دلوقتي لان انا اصلا منزله. هتضغط على كلمة فتح، وبعدين تتأكد ان الايميل موجود في الجانب هذا، ايميلك لازم يكون موجود، لازم يكون مضاف. في الحالة دي هيظهر لك البث المباشر على الهاتف على طول بشكل مباشر. لو اخترنا من التقويم هنا كلمة شهر، هيظهر لي هنا الأيام بشكل كامل، مثلا النهاردة يوم 7، نضغط على يوم 7 هيظهر لي البث المباشر. أضغط على البث المباشر وأقول مشاهدة البث، وأختار المتصفح، وأختار الإيميل المطلوب، وبعدين هنلاقي البث المباشر شغال بشكل مباشر زي ما انتم شايفين كده. طيب ازاي اضيف حسابي على التليفون؟ بكل بساطة بنروح لإعدادات الهاتف، وبنروح عند كلمة الحسابات، وبنقول على الحسابات هنا، وبنعمل إضافة حساب. من تحت خالص بنقول إضافة حساب، وبضيف حساب جوجل، بعدين بكتب الإيميل هنا وبقول التالي، وبعدين بكتب الباسورد، وخلاص كده أنا ضفت الحساب. وبعدين أروح على التقويم وهحصل على طول طبعا البث المباشر موجود في التقويم بكل بساطة. يا رب يكون الفيديو نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.